هدومي. مبروك. اللي حصل بالحرف الواحد وانا هفهم كل حاجه. امبارح بالليل بعد ما رجعت حسيت بالصداع الشديد قوي وكنت تعبانه، دخلت غيرت هدومي وقلت اخد دش، وفجاه عمر بيه بره وعايز تميمه. يلا يا حلوه اميره، انت مش هتيجي معايا؟ لا وانت لوحدك ما تخافيش. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا 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 فيك. ها شلونك اليوم وشلون حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تسمحي لي اقعد؟ طبعا تفضل. تفضلي. ايه ده؟ هذا علشان القرب والرضا. هذا عقد فيلا توني شاريها حقك، فيلا صغيرة علشان ترتاحين فيها. ايش فيك؟ قليل؟ شوية؟ لا بالعكس كثير. انت تستاهلين كل خير. نعم نعم. ليش؟ ما تسافرش. حاضر حاضر ولا يهمك. فعليك ما تبيني أسافر؟ تبيني أقعد وياك؟ أقعد العمر كله. أنا حاضر. عن إذنك. ألو اسمعني، ألغي الحجز. إيه حجزي أنا؟ أنا اليوم ماني مسافر، ماني مسافر، خلاص ألغي الحجز. شكرا. ها مبسوطة؟ مستانسة؟
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجسم ده؟ ده انت بدر. انا مش فاهمه يعني ايه علاقه الكف والفنجان باللبس اللي انت ملبسهولي ده؟ كل شيخ وله طريقته، والرجاله بتحب المظاهر والمناظر، واحنا اتفقنا من الاول ما تناقشنيش في ولا كلمه اقول لك عليها. ماشي؟ ماشي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ. اهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا يا شيخ. حي الله من يانا. اهلا وسهلا. يا شيخ. الحمد لله انا بخير، انتم شلونكم؟ الله يسلمك، انتم شلونكم؟ الحمد لله. الحمد لله. اما بقى يا شيخ، جايبه لك حته هديه هتشكرني عليها. تميمه، قنبله الفلك، كل اللي عايز تعرفه هتعرفه اكتر من اللي انت عاوزه. انت مو جايبه قنبله، انت جايبه صاروخ. شكرا شكرا. انا نص ساعه وهرجع لكم تاني. يا اهلا وسهلا، تفضلي تشرفين. اهلا وسهلا. اهلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضلي تفضلي تفضلي. يا اهلا وسهلا. أهلا. نورت المكان. ميرسي يا شيخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. السنة دي سنتك، والرزق جايلك، والهنا طايلة، بس تحط السنارة في البحر، البحر يزيد ويكفي. مش عاوزك تخاف، السنة دي ربنا هيرزقك من واسع. بركاتك بركاتك، الله لا يحرمني منك.